السلام عليكم، اهلا بكم. معكم ابو طالب، شرح بوك 11 كويزات ترجمه وشرح والتبسيط. طبعا السؤال هنا where is your appointment، وين ميعادك؟ appointment يعني ميعاد. it's at gas station airport doctor's office. الميعاد هيبقى في مكتب الدكتور، ما يبقاش طبعا ما عنديش ميعاد في محطه الوقود ولا في المطار ولا في لا عندي ميعاد في الدكتور's office. Use caution when you walk on snow. Use caution يعني احذر، caution اللي هو الحذر، يعني be careful خليك حريص. Okay, be careful خليك حريص. I'll try to be healthy. واحد بيقول لك use caution، استخدم الحذر وانت بتمشي على التلج. Okay, I'll try to be، هحاول اكون صحي، هحاول اكون راضي، هحاول اكون سعيد، ولا هحاول اكون حذر. Definitely I will try to be careful. طيب does Joe guarantee، كلمة guarantee the work، بيضمن العمل. Yes, from Monday to Friday the price is cheaper for 6 months with 2 people. Guarantee for 6 months، نعم لست شهور الضمان. Did you like the new show، هل انت حبيت العرض الجديد؟ No، لا. It was cautious، حذر، ممل، بروميت، سريع، عصبي، بورينج. العروض بيبقى المشاهدات وهذه الاشياء يا انترستينج يا بورينج، مملة. العرض عرض مسرحي، عرض اي شيء، عروض. باب يور كاف ا لوت. باب يو ار هنا مش يور، هنا يو كاف كده، يو كاف، you cough a lot هنا، انت بتكح كتير. قال له I know I have a sore throat، عندي التهاب في الزرعان. فانا الله وإياكم طبعا جائع، تعبان، sore throat، التهاب في القدم، مش هكح. which intersection، intersection اللي هو التقاطع، is it، it's the city hospital، it's fourth street. التقاطع يا جماعة بيبقى كده، تقاطع لازم يبقوا شارعين مع بعض، نقطة التقاء. Okay, fourth street and main street، الشارع الرابع والشارع الرئيسي. حلو. It's very noisy here، يعني جو مزعج هنا. I know I can't hear the waiter، مش سامع. Noisy I can find، هما واضح ان هما في ريستورانت، بيقولوا هنا مزعج، هنا في ضوضاء. I know I can't find a table، ايش علاقة الدوات، the correlation between noise and finding a table، there is no relationship، ما فيش علاقة ما بين الضوضاء وان انا اجد تيبل، طاولة. use the restroom، ما اقدرش استخدم الحمام. الله يعزكم ويعافيكم. I can't park the car، مش علاقة، شوف انا بوضح لكم. I can't hear، مش سامع. was it frightening، هل كان الامر مخيف؟ yes the children were afraid، كانوا خايفين، كانوا نايمين، كانوا مسرورين، كانوا تعبانين، المهم كده خلاص كانوا خايفين. Who gave you the exam، من اعطاك الاختبار؟ It was the sales person، البائع، الميكانيكي، هو الميكانيكي ادى اختبار، الويترس، الجرسون، ولا الدكتور؟ الدكتور. اوكي ديت الاقرب. What kind of work does an instructor do، اي نوع من العمل الانستراكتور المدرب بيعمله؟ He works at a hospital، بيشتغل في مستشفى، بيصلح سيارات، ياخذ الميكانيكي، teaches classes. instructor اللي هو teacher، مدرب. What's it oil for؟ What's oil بقى؟ What's oil for؟ الزيت بيبقى يستخدم في، it's for my القهوة، أحط فيها زيت كار طبعا. Did Tim eat lamb؟ هل تيم أكل لحم؟ خفان في العشاء. yes he loved it، اتصل بيه، تبعه، خططه، لا هو حبه. question number 13، do you take annual، annual يعني take annual يعني سنوي، for trip. yes we take one every year، هنا annual، نعم بناخدها واحدة كل سنة، اللي هي yearly، عرفوها، yearly يعني every year، سنوية معناها annual. daily every day، monthly every month، weekly every week. should I make a turn، turn، turn انت تكون ماشي كده، هل ان انا، هل ينبغي ان انا الف
turn, making a turn. سواء هنا turn right و turn left. ألف يمين ألف شمال. لا. قالوا إيه؟ No. You must go straight. امشي سيلا. ما تلف. امشي. Was the food greasy? هل كان دهني؟ greasy يعني دهني. Okay. Yes. The French fries were. إيش هنا اللي دهني؟ تفاح. خبز. كل هذا ما هي دهني. يعني أطعمة ما فيش فيها أي greasy، ما فيش فيها أي دهون خالص ولا كريمات ولا شيء greasy. يبقى ده الفرنش فرايز اللي بتبقى greasy. We would اللي هي would the salesperson rude، أو هنا would the salesperson rude، أو did the هنا ممكن يكون طبعا هو مكتوب خطأ، يعني هل إنه البياع كان قليل الأدب؟ impolite. Impolite بتساوي rude، عكسهم polite مؤدب. No, they were very. تاني sales persons اللي هم sales people أو sales person البياعون هنا جامع. No, they were nice. سعداء. ما ينفعش أقول لك هو كانوا ولا لا. الأدب تقولي ده كانوا سعداء. لا، كانوا سرع، كانوا غضبانين. لا، كانوا لطاف. لطيف هي عكس لطيف. هنا ممكن تساوي polite مؤدب، و impolite بتساوي rude قليل الأدب. Does Jenny is having running nose؟ running nose اللي هي الأنف السائلة، الرشح من الأنف. ما يكون عندك برد بيكون عندك cough، كحة، وبيكون عندك fever. احفظ هذه الكلمات. وبيكون عندك runny nose. Yes, he is very sick. مريض. Runny nose يعني، وطبعا والكاف والفيفر دي اللي هي متلازمة الايه البرد، cold او الكاف. It makes you very sick، بتخليك مريض. كحة، الحمى، الراني نوز، الرشح. The driver stole children in the street. The driver stole children in the street. He had to slow down. يعني هو شاف أطفال أولاد في الشارع، يبقى يسرع، يبطأ، يدخل يصنعها. لا، خطأ. I need turn up. You should take to a mechanic. Turn up يعني أعمل إيه في السيارة؟ كشف دوري. Turn up. Tune up. Okay. ضبط. Tune up. Tune up يعني ضبط. عايز يضبط المحرك، يضبط أي شيء. Tune up. Okay. You should talk to a mechanic. تتكلم مع الميكانيك. 20. I have an ache in my sight. Ache يعني اللي هو وجع. وجع في جنبه. عافانا الله وإياكم. Can you show me where it hurts? الache ده يبقى وجع. Okay. ممكن تبين لي، توريني فين بتوجع؟ You worked my car but engine is still noisy. You worked مثلا my car، لكن واحد كان عندي ميكانيكي، انت خليت سيارتي تشتغل، لكن الانجن المحرك ما زال ايه؟ ما زال noisy. ما زال noisy. Still noisy. يبقى السؤال كان هنا ايه؟ What do you think of the two new movies؟ ايش علاقة الموفيز بالانجن؟ When would you like your appointment with the doctor؟ متى تبي معادك مع الطبيب؟ Bring it in the afternoon. احضرها لي بعد الظهر. And I'll try to fix it. This is definitely is related to that question. The title of the head of that question. ده تتعلق بسؤال. هاتها لي بعد الظهر وانا اصلح حالك. Fix it اللي هي كار هنا. Why should we use pedestrian؟ pedestrian اللي هو رصيف المشاة، crossing. هنا pedestrian crossing اللي هي العلامات اللي بتتحط هنا على المشاة. اوكي، هنا pedestrian اللي هي المشاة. crossing طبعا الطريق بيكون ماشي كده، وبتلاقي فيه pedestrian علامات كده ان دي عبور مشاة. We can safely get to the other side of the road. لأنه بنحصل بنروح للناحية التانية من الطريق بأمان. Safely. تمام؟ هتلاقي الإجابات التانية كلها إجابات بعيدة عن السياق. I need to make appointment with a doctor with Dr. Jones. Jones. عايز أعمل هنا جونز كده. عايز أعمل appointment معاد مع الدكتور جونز. It tells the driver to the traffic. No. سواقين. What did you think
هنا about the class أعتقد عن الصف. أوكي طبعا اللي جاب certainly what day can you come in؟ أي يوم هتأتي فيه؟ ده ليه علاقة بالمعاد، معادي بقى أنا باخد يوم أحجز يوم. سؤال اللي بعد كده رقم 24، what did you think of the restaurant؟ شو رأيك؟ ناس اتنين كانوا في مطعم، بقول له وش رأيك في المطعم؟ there is still a problem with the engine. هذه يا أخي احنا المحرك ما لها علاقة بالمطعم. I'd like to get check up this week. عايز اخد فحص هذا الاسبوع. Drive cautiously and follow the signs. قد بحذر واتبع الاشارات. انا بكلمك على المطعم. I like it. بحبيته. The food. Food is related to restaurant. Engine, tires, fix. Car related to car and mechanic. Okay. لكن المطعم الطعام حبيته كرهته. كده يعني سويت صوتي ساور كان حامض، دي كل دي كلمات مع بعضها. اخر سؤال في الليسننج من بوك 11 كويز A، هنا مطلوب مني نسمع دايالوج اند سيلكت ذا بيست ان فرانس سينتاج. ميك يو انسر اون ذا انسر شيت، حط الاجابه في شيت الاجابه. تينا از ميتين بيل، دي هتلاقي الاجابه بعد ما هتسمع طبعا النص ما هو موجود. اوكي I hope you got everything in this section. تعالوا نروح للسؤال رقم 26 الجرامر. In the US before طبعا ترتيب، ها الفعل المساعد هنا دي افعال مساعدة، افعال مساعدة اللي هي am is are have has had do does did، والافعال الناقصة will would can could shall. شو دي افعال ناقصة؟ الفعل الناقص الفاعل، الفاعل على طول احفظها. هذا الفعل المساعد او الناقص. ها are you going to be in the US before؟ هنا are you being، هنا ما بيختبرنيش على الترتيب، كل الجمل دي صحيحه. اوكي كلمه before هذه بتيجي مع المضارع التام، ده الترتيب صحيح. are you going to be in the US tomorrow؟ لو هنا ايه tomorrow، ركز معايا عشان اشرح لك الاربع ازمنه دول. ها لو هنا بدل before tomorrow اختار are you going to be in the، هل هتكون في الولايات المتحده بكره او مثلا next week. طيب هنا اجابتنا طبعا بي have you been، المضارع التام بيجي مع before وsince وبيجي مع for already وjust. اوكي اعرفوهم. have you been in the US، هل انت رحت، هل قد رحت الى الولايات المتحده من قبل. are you being، هنا طبعا now مثلا now او tomorrow، لو هنا now أو will you be، هنا tomorrow أو next week، يبقى الإجابة B مضارع تام علشان هنا فيه before مضارع تام اللي هو have و has والفعل زي وverb 3 have و has وverb 3 sorry. we know at 2 weeks of our vacation in Spain. we know at هنا spent طبعا قضينا أسبوعين من أجازتنا في أسبانيا. do we have to wait for the bus just a few minutes، بضع دقائق دي مده، يبقى اختار how long. how long do we have to wait، how long اجابتها لازم يكون فيها مده. 5 minutes an hour 3 hours 2 days كده. it's noon but tom is asleep، الظهر وتوم نايم. he not all morning. حلو ركز معايا، احنا خدنا المضارع التام اللي هو have او has وverb 3. اوكي طيب عندك all morning، هذه يجي معاها مضارع تام مستمر have او has وبين والفعل زي ضايق ان جي. ركز كده معايا معلومة، ها I have eaten، ده verb ده مضارع تام، I have eaten fish. I have been سبتة، have طبعا او has وبين سبتة eating fish all مثلا morning، كنت باكل او اور مثلا all يعني طوال الصباح طوال النهار طوال الاسبوع. لقيت كلمة all هذه في الجملة يبقى على طول نحن امام present perfect continuous مضارع تام مستمر have او has على حسب الفعل، يعني I have she has احمد has we have you have. okay he not all morning، يبقى ناخد he has been sleeping، ما خدش مضارع مستمر ولا مضارع بسيط ولا مستقبل.
مضارع تام مستمر. We not finish any of our homework because we got home late. We couldn't. We mustn't. We couldn't finish any of our homework because we got late. طبعا ده couldn't لن نستطع. يعني نخلص اي واجب ليه؟ ان احنا رحنا. ده بتكلم اشاره للماضي، مش عايز هنا الزام نفي وانا عايز wouldn't ولا shouldn't، لا ده انا عايز couldn't لم نستطع اللي هي الماضي من كان. Don't when you see a police car. ما تسرعش لما تلاقي سياره شرطه. John a vacation for three. Four اهي، احنا قلنا المضارع التام معاه before، معاه since، معاه for. Since هنا بتيجي معاه بداية الزمن، يعني أقول since yesterday، منذ أمس، يعني دي for إيه؟ for a day أو for one day. طيب لما أقول لك since مثلا last year أو since مثلا 19 أو 2021، منذ 2020، سنس يجي بعد منها بداية الزمن. فور بقى من 2020 يعني فور كام؟ 2 years، للمدة. هذه تيجي بعد منها المدة وهذه بداية الزمن. طيب هنا فور 3 years وإحنا في 2023، يعني سنس كام؟ 2020، منذ 2020 اللي هو فور 3 years، من 3 سنوات. مضارع تام مستمر لو سمحت. هاف أو هاز وفيرب 3 doesn't خطأ، hasn't لا لازم بعد منها verb 3، وهنا هذا الفعل المساعد وهذا الفعل الأصلي اللي هو من have و has، الماضي منهم had و verb 3 had. How fast were you driving؟ How fast كم السرعة؟ 45 دقيقة، 45 بوصة، 45 ميل في الساعة، دي how fast. This is a school. مكان شيء، يبقى which. هذه اسمه class، دي المدرسة التي، which الذي او التي لغير العاقل، هذه المدرسه غير العاقل. طب this is احمد، ها ها هو الشخص، اقول هو الذي او التي للعاقل. طب دي جده لحيث اللي انا ولدت، where I was born. ده رمضان، when we fast. اوكي يبقى when قبل الزمن، where قبل المكان، which قبل الشيء، هنا هو قبل الشخص. The new house، منزل الجديد، was expensive triply. طبعا هنا كلمة expensive عايز اقول يعني بشكل غالي، بشكل فظيع، ما ينفعش اقول loudly. loudly دي مع الاصوات، rudely خطأ، promptly بشكل سريع، لا triply يعني very very expensive. Mary didn't a pilot because her eyes were bad. ماري ما اصبحتش didn't become a pilot لان عينيها كانت سيئة. طبعا طيار عايز شارب اي، عايز يكون عينه حاده. باب ويل هاف ا فيزيكال، هذا فيزيكال عايز كشف طبي، دكتور اوفيس في مكتب الطبيب او في العياده. اي نيد تو لوز ويت تو بي، هنا عايز اخسر وزن عشان اكون في الفريق. تو بي اون ذا تيم، مش بي ولا ويل بي، تو بي لكي اكون، هنا تو بي. Drivers should keep both hands. السواقين ينبغي ان هم يخلوا او يجعلوا كلا يديهم على ها لاج نوت، لا هذه خطا، على ستيرنج ويل، على عجله القياده. اوكي خطا، لاج نوك نوت هذه خطا. This glass is small. I need a bigger one. Too small، صغيره جدا، أنا محتاج واحدة أكبر. تو هنا بتساوي very، تساوي so. Jim always warm up his car. warm up يعني يسخنها. شفت اللاعب أول ما بيجي قبل ما ينزل المدرب ينزله يقول له سخن، اعمل إحماء. Before he drive it، قبل ما تسوقها أو تقودها. I put a lot of water in the soup، حطيت مية كتير في الشوربة. And now it is watery. watery، ما تحط مية في حاجة تزود المية في الشاي بقى مائي، بقى أكثره مية، دي الصفة. My family مش ورا، worry اللي هو يعني كثير المياه، يعني أكثره مية، مائي. My family likes to watch TV، عيلتي بتحب تشاهد التي في for entertainment، للتسلية، مش للتقاطع ولا الاختبار ولا الطوارئ. Our lunch break is
فسحة أو وقت اللي احنا بنتناول فيه الغداء is from من الساعة 11 11:45 to 12:30 للساعة 12:30 from to من إلى لي Sergeant Smith is here to you sir I'll be ready in a minute ها Sergeant Smith is here to see you هنا عشان يشوفك عشان يمرلك عشان يمسكك عشان يربكك عشان يشوفك I'll be ready in a minute هكون جاهز خلال دقيقة Martha doesn't like نفي على طول any وعائلتها any أو anyone أو any person أو any party أو anything okay أو anywhere طبعا هنا طالما في النفي والسؤال ناخد any على طول قبل ما تكمل My nose is full I can't eat المعدة stomach My stomach is full معدتي مليانة I can't eat anymore ما عرفش أكل أكتر من كده Officers you are supposed to take your hats off inside يا الليتنانت لي الملازم لي يا ضباط المفترض ان انتوا تاخدوا قبعاتكم يعني تقلعهم تيك تقلعوا القبعات في الداخل تيك اوف يعني تخلع القبعات الطواقي What did Lee literally tell the officers اخبرهم ايه لا طبعا احنا بننقل الزمن هنقل هذه زمن لورا يعني ده مضارع بسيط يبقى ماضي بسيط literally told them that they were are تبقى were وكمل is تبقى مثلا was that they were supposed من المفترض ان هم يخلعوا قبعاتهم في الخارج سؤال رقم 49 while Mary did her homework ليه ماري عملت واجباتها واللي عايز يفهم اكثر قواعد وشرح البوك كامل يشترك في البوكات اللي احنا شارحين الدروس الاساسيه من الكتاب الاصلي اوكي شارحين البوك في اربع محاضرات while Mary did her homework بينما she is طبعا while عندنا قاعده while اوكي بتيجي في الماضي بينما did her homework she listened to her favorite music in her because هنا بينما هي كانت بتسمع بتعمل الواجب وبتسمع عادي بينما هي كانت بتعمل الواجب كانت بتسمع لمزيكا مزيكتها المفضله في السرير طيب سؤال رقم 50 اخر سؤال في كويز ايه after you remove هنا شوف الدايركشنز واختار نرتب دول شوف كده معايا نرتبهم ترتيب دقيق After you remove the hubcap and loosen the nuts, hubcap اللي هو الغطاء اللي موجود على الطير. Okay? Hubcap. And loosen وتوسع النط اللي هي الصامولة. Jack up the car, ارفع السيارة. Jack up يعني حط الرفعة تحتها وارفعها. Finally you replace the lugs and tighten them. Lower the car. هنا نزل السيارة هنا الترتيب صحيح تعالوا نشوف ثلاثة when you change a flat tire لو انت عندك التاير بقى على الأرضية خلاص مش عايز تغيره first take your spare tire خد السبير التاير السبير lug wrench والمفتاح اللي هو بتاع حق السماويل okay and jack out the car Jack out of the car وطلعهم من السيارة انت طبعا وانت ماشي بيكون معاك السبير معاك الرنش اللي انت هتفك بيه السماويل ويبقى معاك طلعهم Jack out of the car وطلع Jack كمان Jack up دي رفعها وطلعهم من شنطة السيارة دي رقم ثلاثة واحد بعد كده ها شيل غطى الكابل الهب اللي هو بيبقى موجود على اللي هو بيبقى موجود على على عجله من تحت بيبقى في سبورت كده كاب زي السبورت كده تشيله وبعدين شيل السماويل وسعها وارفع السياره اوكي دي رقم يبقى دي رقم واحد اول خطوه تعملها هذه رقم 2 بعد كده then you remove the flat شيل الفلات القديم وحط الجديد spare يبقى دي رقم 3 اللي هي رقم 4 هذه رقم 3 بعد كده رقم 2 هي الاخيره في النهايه دي لازم تكون رقم 2 اساسا هنا فاينلي لازم تكون شوف هنا هتطلع هذه 100% لانه هنا فاينلي اللي هي رقم 2 هنا عاملها رقم 1 هذه يبقى خطا 100% تطلعها 100% لازم كلمه فاينلي دي تكون في الاخر يا هنا يا هذه يا هذه تكون الاخيره اخر خطوه هنا فاينلي يو ريبليس ذا لوجز اند تايتن ذم
غير واحكمهم هنا. لوزن يعني فك وسع. هوي تايتن احكم قوي. لور ذا كار ونزلت السياره. ريموف ذا جاك شيل الجاك من تحت السياره الرافعه. اند ريبليس ذا هاب كاب وحط الهاب كاب اللي هي استنوا انا اخليكم تشوفوا الهاب كاب اهو عشان مش عارف انا اوصلها لكم ازاي اللي بيكون على الاطارات ده هاب كاب اهو كفر اتوقع هاب كاب اللي هي فور كار اهو اللي هو هذا ده طبعا كاب هاب كاب اللي هنا ده طبعا مش كاب ده اوكي ده اسمه الهاب كاب اوكي يا رب تكونوا عرفتوها هتنزع ده علشان هتشيل السماويل وتنزع ده او تنزعه بعد كده تشيل السماويل مش عارفش ان هو اللي اتعمل كده اتمنى تكونوا فهمتوا ده كويز ايه انتظرونا ان شاء الله ننزل لكم كويز بي حالا